حياكم الله وبياكم. اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017. لاحظوا المدينة اللي فوق ما تبين عدل. أنا جاي يا إخوان حق هذه الأهرامات الترابية. شوفونا تشكيل طبيعي إلهي، وعلى كل رأس عمود شوفوا مثل الصخرة. هاي طبعا الفضول أنا جابني هنا من زمان، كنت أقرأ عن هالشي هذا. وهذا مقابل مدينة سيون. سيون طبعا شرق مونترو تقريبا 40 كيلو. واللي يهمه هالشي أنا الحين بحط لكم الأحداثي، الأهرامات الترابية اسمها. شوفوا مش راضية تطلع واضحة، ما علي بصورها لك مرة ثانية. صبحكم الله بالخير يا أيها الخير. هذه الظاهرة الطبيعية في مدينة قريب من مونترو تقريبا 40 كيلومتر. وسيون تبعد عنا من هني، مدينة سيون عاصمة إقليم فالس تقريبا 16 كيلومتر في الداخل. بس أنا جاي من زمان أبغى أصور هاي الأهرامات الترابية ما حصل ليها، لكن اليوم الله كتب لي إني صح إنها مو معلم سياحي لين هناك، لكن الفضول وحب الفضول هذا اللي يدفعني دايما. شوف كيف سبحان الله، يعني حاجة ربانية ما تدخل فيها الإنسان. كان خطر صراحة، أتلفت يمين يسار، سيارات رايحة جاية، لكن اللي منكم سمع أو قرأ عن هذه صخور منحوتة من الريح ومن الظواهر الطبيعية، سواء أمطار ولا وأحلى شاي وأحلى بسكوت على هل قريب من الأهرامات الترابية. على بعد تقريبا 50 متر 60 متر. وهذا الماي وباركنج السيارات هناك، ترى هذا صالح للشرب. اجلس وتأمل فيها الطبيعة هاي، حط خضرك، حط طفالك، حط غداك اللي تبغيه، قهوك. بس للتقدم جدا هدك يعني، بعد مو بحاطين حاجز بعد. وهذا تصوير من الجهة المقابلة